الله يكبر ربك. وساعدنا كلنا باللي حصل والمستجد اللي ما كانش متوقع. كانت كنا بنقول انا ونهاوند في اول الحلقه ان اغلب التوقعات كانت بتقول ان النهائي هيكون طرفي يعني الاساسيين الاهلي وسان داونز، لكن شفنا اداء رائع من الوداد المغربي نتج عنه الصعود اللي اكيد بنهنيك عليه. بس عايزين نعرف يعني رؤيتك لمصر في اول زياره ليك. أيوة. عموما عامله ازاي؟ طبعا انا لا اخفي عليك سرا، سمعت كثيرا عن مصر، تابعنا مصر و عرفنا مجموعة ديال الأشياء من خلال الدراما المصرية ومن خلال الأعمال الفنية المصرية. أكيد. ولكن أنا أدعو يعني المغاربة والعرب أن يزوروا هذا البلد، ليكتشفوا سحر هذا البلد، وليكتشفوا الثقافة المصرية والمواطن المصري وطيبوبة الشعب المصري وغنى مدى الغنى لهذا الشعب. أن تتجول في أسواق القاهرة هي متعة ما بعدها متعة. أن تزور المآثر التاريخية يعني شيء ولا في الخيال. رحت حضرتك أماكن مختلفة؟ بالفعل أنا بالأمس كنت في الأهرام، زرت مجموعة من المآثر، الشوارع. أنا تستهويني كثيرا شوارع مصر، أجول في شوارع مصر. هي يعني كل بناية تحمل عبق التاريخ وتاريخ صحيح. وهذا يعني لا يتأتى في جميع في جميع الدول وفي جميع الأقطار وفي جميع مصر شيء آخر. زيارة مصر والسياحة في مصر والتمتع بمصر شيء آخر. الأكلات يعني الأماكن، الأماكن تنطق يا أخي بالتاريخ. يعني مصر الله تنطق. حلو نحن بنسمع ده من حضرتك والله. أنا كان زميل صديق صحفي اسمه عزيز بالبودالي، هذا رجل محترم صحفي، كاتب صحفي يكتب كثيرا عن مصر، فله مؤلف سميته كيرو، ليالي كيرو. بنته متجوزه في مصر. بالفعل هذا الرجل يحب كنا نسمع منه ان مصر فيها اشياء يجب ان ترى. فمصر لا يمكن ان تقرا عنها او ان تسمع، يجب ان تعيشها. هل لما فتحت الحوار مع اي حد من المصريين اللي التقيت بيهم وعارف انك مغربي، هل خدت بالك من حجم المحبه اللي بيكونها المصريين للمغاربه؟ شوف في التاكسي، في المواصلات، جميع المواصلات، في ما يدهشك هو يعني المعرفه القويه لافراد الشعب المصري. تفتح النقاش عن كرة القدم، في ثقافة، تفتح النقاش عن الفن، تفتح النقاش عن الثقافة، تتحدث في أي موضوع، في عن الفنون التشكيلية، عن أشياء تجد الجواب من هذا. وهذو أشياء زعما. وفي أنا بالأمس تابعت مباراة الوداد وسان داونز في إحدى المقاهي الشعبية. لن أنسى يعني تفاعل الجمهور حينما عرفوا أني مغربي، فتفاعل معي الجمهور وصاحب المقهى والوداد، فكنا تابعنا المباراة على أعصابنا.